أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية، أكد أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه يولي عناية كبيرة لتعزيز مسار العلاقات التاريخية الوطيدة والشراكة المتميزة والتحالف الاستراتيجي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها من المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. كان معالي وزير الخارجية قد اجتمع مع معالي السيد مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في مدينة واشنطن. وأعرب معالي وزير الخارجية عن تقدير مملكة البحرين لسياسات ومبادرات فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أهمها ما يتعلق بمحاربة الإرهاب والتصدي لخطر النظام في إيران، والتي تعكس تفهما كبيرا لعوامل الخطر في المنطقة وإرادة كبيرة لمعالجة التهديدات ومجابهة المخاطر المختلفة، وبالتعاون الوثيق مع دول المنطقة بما يكفل الأمن والرخاء للجميع. مجددا دعم مملكة البحرين لكافة الجهود الهادفة للتوصل لتسويات سلمية للأزمات في المنطقة ولتعزيز الأمن والسلم. أشار معالي وزير الخارجية إلى أن التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تعد من ركائز العلاقات بين البلدين، كما أنها تشهد تقدما مستمرا وتنوعا يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما، خاصة منذ تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة عام 2006. وبفضل الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى البلدين ودعم هذا التعاون. من جانبه رحب معالي السيد مايك بومبيو بمعالي وزير الخارجية، منوها بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور على مختلف الأصعدة، ومشيرا إلى حرص الولايات المتحدة الأمريكية على التنسيق مع مملكة البحرين تجاه القضايا التي تهم البلدين. خلال الاجتماع تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك. والله حقيقة اجتماع مهم مع معالي السيد بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة. تكلمنا عن العلاقة ما بين البلدين الحليفين الصديقين لمدة طويلة من الزمن، والشريكين في أمن واستقرار المنطقة. تكلمنا عن علاقات ثنائية، تكلمنا عن الوضع في المنطقة لمختلف القضايا، والحمد لله سعيدين جدا بهذا الاجتماع، ونتمنى لمعالي الوزير رحلة موفقة في شرق آسيا.